هلا الكريستال استريتر كالتالي بيشتغل. الكريستال استريتر بيشتغل كالتالي. في عندي كريستال ديفايس. هاي الكريستال ديفايس شو هي الكريستال ديفايس؟ هي كوارتز بليتس. كوارتز بليتس اذا اعطيتها سمول كرنت من جهه معينه، اعطيتها كرنت من جهه معينه، شو بتعمل هاي الكريستال بليتس؟ الكريستال بليتس حيتعمل اوسيليشن. هذا الاوسيليشن اعطيته كرنت من جهه، عملت كريستال، عملت اوسيليشن، اهتزازات معينه. هاي الاوسيليشن راح تنعكس وكانها حتساوي الكتروماجنتيك فيلد من الجهه الاخرى. فانا بعطيها كرنت من جهه بتعمل اوسيليشن، هذا الاوسيليشن بيعمل الكتروماجنتيك فيلد من جهه اخرى، فبعطيني الاوتبوت هاي. انا بعطيها سمول كرنت تعمل اوسيليشن، تعمل لي جنريشن لفولتج هاي هون. هذا الفولتج هاي هون حينعكس للو، لانه في عندي هذا اللي هو فعليا الانفرتر. هاي الانفرتر حتعطيني لو، اللو هذا حيمنع، حيوقف عمليه الاوسيليشن للاوسيليتر، فحتبطل تعمل اوسيليشن، فحيلتغي الالكتروماجنتيك فيلد، حيصير الاوتبوت هون الداخل هون صفر، صفر حينعكس لواحد، حيعمل كرنت، حتعمل اوسيليشن، ساوي الكتروماجنتيك فيلد، بعطيني هاي، الهاي بينعكس لو، اند سو اون، فبضلها تعمل هاي لو، هاي لو. هلا هاي هي الكريستال اوسيليتر، فلو اخذت الاوتبوت من هون هاي حتعطيني فعليا كلوك، حتعطيني كلوك. هلا هاي الكاباسيتورز وظيفتها فعليا تو ستابلايز الكلوك فاستر وتو كانسل النويز، فهاي بتعمل مور ستيبل وبتخلي الكلوك ستيبل فاستر سوري اند كانسل سم نويز. هلا من سيئاته اول شيء انه مور اكسبنسيف ذان الار سي سيركت، ثاني شيء بيحكوا عنه فراج، بالعاده بيحكوا عنه فراجايل، فراجايل انه سهل الكسر، ممكن يخرب معك باي لحظه اذا ضغطت عليه او مثلا صار يعني ممكن ينكسر بسهوله. اوكي هذا بالنسبه للاوسيليتر. طيب جبنا اوسيليتر، شو السيتنجز اللي لازم اعملها على البيك؟ لازم احط هون السيتنجز، يا اما بختار لو باور اقل من 200 كيلو هيرز، اذا كان اقل من 200 كيلو هيرز راح اختار لو باور، يا اما كريستال اوسيليتر اذا بدي من 1 ل 4 ميجا هيرز، اذا بدي هاي سبيد جبت مثلا اوسيليتر الفريكونس تبعه 6 ميجا هيرز لازم اختار هون هاي سبيد، اذا جبت شيء مثلا 3 ميجا هيرز لازم اختار هون كريستال اوسيليتر، اذا جبت 1 ميجا اقل من 200 كيلو هيرتز لازم اختار لو باور، اذا ار سي اوسيليتر لازم احط هون 1 1، لازم احط 1 1 مشان اختار ار سي اوسيليتر. اذا حسب الفريكوانسي رينج، لاحظ الكريستال هذول الثلاثه من نوع كريستال، حسب الفريكوانسي رينج يا بختار لو باور يا كريستال يا هاي سبيد. هلا كيف بوصلهم الكريستال؟ لاحظ الكريستال انا ما بجيب الانفرتر اللي شفناها قبل شوي بالسيركت، هاي بتكون موجوده جوا البيك، بس انا بشبك التو بينز، لازم اشبك التو بينز على الكريستال اوسيليتر، والكاباسيتورز هذول بجيبهم من برا هم والكريستال ديفايس. فانا عشان اشبك كريستال ديفايس بجيب تو كاباسيتورز بهذا الشكل مع الكريستال اوسيليتر، بشبكهم على البيك على التو بينز، والريزستور هاي بتكون انترنال. بالنسبه للار سي اوسيليتر لاحظ بوصل بس سنجل بين، هذا الان موسفت والشمتريجر موجودين على البيك من جوا، انا ما بشتريهم ما بوصلهم، انا بس بجيب الار سي سيركت بهذا الشكل بوصل. ممكن اخذ من هذا البين اوتبوت، ممكن اخذ منه اوتبوت واشبكه على ديفايس ثانيه بعطيني فريكونسي اف اوسيليتر، الفريكونسي اللي داخل هون تقسيم 4، فاذا اخذت من هذا البين اوتبوت ممكن اوصله على اكسترنال ديفايس يعطيني فريكونسي اف اوسيليتر على 4. هلا احيانا بتجيب ديفايس اخرى، مثلا زي احيانا بشوف بعض الطلاب بجيب اردوينو، الاردوينو ممكن تاخذ منها كلوك، فانا اذا بدي اشبك مثلا كلوك من الاردوينو بجيبها بهذا الشكل، بشبكها على او اس سي 1 اونلي وبخلي هذا البن مش موصل على اي شيء. فاذا عشان اوصل اوسيليتر في عندي تو بنز او اس سي 1 او اس سي 2، بجيب الاوسيليتر، في سيتنجز لازم اعملها بالكونفجريشن وورد حسب الفريكونسي للاوسيليتر، جبته وعملت السيتنجز، اذا كان كريستال اوسيليتر لازم اوصل التو بنز، اذا كان ار سي اوسيليتر بس بنوصل سنجل بن بهذا الشكل، وإذا كان external oscillator نوصل single pin وبنخلي البن الثاني مش موصل. اوكي نتطلع على بعض الكاركترستكس كمان من الداتا شيتس للبيك. لاحظ البيك ممكن يشتغل على فولتج من 2 لـ 5.5، من 2 لـ 5.5، ال LF 84A ممكن يشتغل على 2 فولت، لكن انتبه على شغله، ال LF 16 LF 84A من 2 لـ 5.5 فولت، نوع الاوسيليتر اللي ممكن اشبكه عليه يا كريستال يا ار سي يا لو باور. يعني اذا حطيت عليه 2 فولت او 3 فولت
ما بنفع اشبك عليه هاي سبيد اوسيليتر، معناته انا ما بنفع اوصل عليه اكبر من 4 ميجا هرتز، لانه عشان اوصل اكبر من 4 ميجا هرتز لازم يكون فريكوينت، لازم يكون اوسيليتر من نوع هاي سبيد. هلا 16F84 ممكن اشبك من 4 ل 5.5 او من 4.5 ل 5.5، لكن اذا حطيت عليه 4 فولت، اذا حطيت عليه 4 فولت بياخذ اونلي كريستال ار سي اند لو باور، ما بياخذ هاي سبيد. اذا حطيت عليه من 4.5 ل 5.5 تقدر تشبك هاي سبيد وبقيه انواع الاوسيليتورز، بقيه انواع الاوسيليتورز. فاذا حطيت 5 فولت مثلا، 5 فولت بامكاني احط عليه اي نوع من الاوسيليتور، اي فريكونسي لغايه 20 ميجا هرتز. هلا بالنسبه للكرنت نفس الشيء، 16LF84A 16F84A 16، لاحظ الكرنت اذا بدي لاحظ هون، اذا بدي فريكونسيز عاليه، اذا بدي فريكونسيز عاليه مثلا هاي سبيد 20 ميجا هرتز بده كرنت اعلى، زي ما بتعرفوا اذا بدي اشبك على هاي سبيد، على هاي سبيد او هاي فريكونسيز بدي كرنت اعلى. اذا هذا التيبل اللي تحتاجه لما تيجي توصل البيك، كم الفولتج اللي اوصله، شو قيمه الكرنت اللي ممكن تدفع على البيك، كم الفولتج اللي ادخله على الفولتج معين، شنو الاوسيليترز اللي ممكن اشبكها. هاي الرسمه توضيحيه للبيك موصل عليه، مثلا هذول البينز موصلين او اس سي 1 موصل مع نوع، لاحظ بتطلع طالما انه او اس سي 2 مش موصل معناته مستحيل يكون كريستال اوسيليتر، يا اما بيكون ار سي اوسيليتر يا اما external oscillator. هلا هون وصله مع ار سي سيركت، مع ار سي سيركت، فهذا الاوسيليتر مشبوك على ار سي اوسيليتر، فلازم نعمل كونفيجريشن بالكونفيجريشن وورد على انه ار سي اوسيليتر، نحط 1 1. نطلع هذول البوش باتونز على ار اي 3 وار اي 2، بوش باتونز موصلين مع بول اب ريزيستر. ليش مع بول اب ريزيستر؟ لاني اذا كبست البوش باتون هذا او هذا راح يصير اللي داخل عندي، لو، لانه حيروح الكرنت باتجاه البوش باتون. طول ما هو البوش باتون مفتوح بكون الفولتج اللي داخل هاي، اطلع على الماستر كلي كيف موصل، دائما موصل مع في اس لكن حاط له سويتش. هون السويتش هذا اذا سكرته بصير في عندي فولتج هاي داخل على الماستر كلير، فبصير عندي شغال بيك. اذا فتحت السويتش بكون فش عندي فولتج داخل على البيك، فبكون عامل له ريست. نطلع على هذا الليد ار اي 2 موصل مع ليد وذ كرنت سورس، عشان يدوي هذا الليد لازم اطلع هاي على الار اي 2. وهيك بنكون خلصنا تشابتر 3، واحنا جاهزين الان نحكي بالمحاضره الجايه او اللي بعدها، او احط لكم بوست اعلان عن البروجكت، عن المشروع.